الحقيقه ان النهارده اليوم الثالث والاخير للمصريين في الخارج، وطبعا اخر يوم ليهم في الادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه 2024. حجم الإقبال والمشاركة للمصريين في الخارج الحقيقة مميز جدا، ودليل على وعيهم وعلى قدرتهم على إدراك التحديات اللي بتواجهها مصر، وحرصهم الشديد على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية داخل بلدهم الأم مصر. زي ما عودناكم دايما بتكون معانا فقرتنا الاولى هي اخبار عن المرشحين وعن يعني الانتخابات. فاول خبر معانا النهارده عن العاصمه النيوزيلنديه ويلينغتون، والحقيقه تم اغلاق العمليه الانتخابيه وصناديق الاقتراع فيها بسبب ان الموعد انتهى، لان فارق توقيت ما بيننا وما بينهم 11 ساعة، فهم عندهم 9 صباحا بتكون عندنا 10 مساء في مصر. وبالتأكيد طبعا كان في حرص شديد من المصريين هناك للذهاب إلى لجان الاقتراع، وبالتالي طبعا يعني كان التصويت من قبل المصريين شيء مهم جدا، وبتعد دولة نيوزيلندا أول دولة بدأ فيها التصويت طبق طبعا موعدها وتوقيتها لفتح باب الانتخاب. الخبر الثاني اللي معانا النهارده واللي هنتكلم فيه عن المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اللي أعلنت صباح اليوم عن بدء التصويت لليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية في معظم اللجان الفرعية بالخارج. وجه المستشار أحمد بنداري خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بغرفة عمليات الهيئة الوطنية جميع السفراء المشرفين على اللجان في الخارج بالتيسير على المواطنين اللي بيحملوا بطاقات رقم قومي منتهية، لكن الحقيقة من حقهم الإدلاء بأصواتهم. وطبعا يعني دلوقتي احنا معانا مداخلة تليفونية مع المستشار الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الإمارات. يعني مساء الخير يا فندم واهلا بيك معانا. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يكرمك. اهلا بيك. يعني النهارده اليوم الثالث والاخير لتصويت المصريين في الخارج، والحقيقه ان عايزين نعرف من حضرتك كده حجم الاقبال الى جانب رؤيه حضرتك لوعي المصريين في الخارج للادلاء. ممكن تسمحي لي المايك هفتحها اهوت عشان تسمعي الناس وهي موجوده، الناخبين هم جايين واحنا الوقت في الساعه الاخيره. تمام. انت سمعت سعادتك؟ يعني انا سامع اصوات قريبه من حضرتك. قناه المحور معاكم. تحيا مصر يا مصر. يعني تحيا مصر بأبنائها في الداخل والخارج، سعيدة بمشاركتكم، وأتمنى طبعا أن النسب تكون عالية إن شاء الله، وده اللي هتعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات عقب الانتهاء طبعا من العملية. شفت سعادتك الإقبال من الناس في الساعة الأخيرة؟ ألو؟ يعني أنا بس أتمنى من حضرتك تنقل لنا الأجواء، حضرتك شايف أكتر مننا وسامع عننا برضو، فعايزة أعرف من حضرتك الأجواء شكلها عامل إزاي في الساعات الأخيرة، حضرتك بتقول آخر ساعة تقريبا. أنت سمعت حضرتك صوت الناس وهم داخلين؟ شفت الهتافات بتاعتهم؟ أولا أعداد كبيرة جدا متوافدة، الكل فرحان جدا، الكل عايز يشارك بصوته، بيعتبرها أمانة وبيعتبر إن ديت الحاجة البسيطة اللي يقف بها جنب بلده ويدعم بلده ويدعم القيادة ويدعم الدولة في اختيار رئيس لفترة جديدة. في تقدير حضرتك كده حجم المشاركة من المصريين في دولة الإمارات تحديدا حضرتك شايفه ازاي؟ أقول جيد جدا لأسباب كتير جدا، إن اليوم الأولاني كان أجازة، كان عمل رسمي، لكن اليوم الثاني والثالث كان في إقبال شديد، ويمكن حضرتك سامعة صوت الناس يعني وهم بيهتفوا، وخصوصا ان هم دول جايين
فوق أخير كمان في الساعة الأخيرة بازدحام شديد جدا قدام اللجان، جايين بود، جايين بحب بلدهم، جايين عن وعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية. يعني برضو كنت عايزة أعرف من حضرتك الحقيقة أن أبنائنا في دولة الإمارات في منهم جيل تاني وجيل تالت موجود هناك للدراسة أو يعني لقربه من أهله المقيمين في دولة الإمارات، حجم وعيهم للمشاركة إذا كان ليهم حق التصويت في الانتخاب، فحجم وعيهم للمشاركة في الحياة السياسية في سنهم المبكر ده حضرتك لمسته وشفته يعني اتفضل. اولا حجم يعني اعداد كبيره جدا كانت تحت السن، ولكن جمع اهلهم عشان يدلوا اصواتهم، ما يعني الكشف مش موجودين اسمائهم عشان هم اقل من السن القانونيه، ولكن يعني كم حوار مع الاب او رب الاسره يقول لك والله هم صمموا ان هم يجوا ومعاهم جوازات سفرهم ويقولوا لا احنا هنروح ونحط صوتنا. دي كانت كويسة جدا وتمثل وعي، والأطفال كمان وهم مصممين على إن هم يشاركوا ويحطوا الصوت بتاع أبوهم في أو والدتهم في صندوق الانتخاب، دي حاجة وعي ممتاز جدا ويعتبر قيمة مضافة لعملية التوعية وربط المصريين في الخارج بالوطن في الداخل. يعني أنا بشكر حضرتك جدا دكتور شعبان رأفت عبد اللطيف رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الإمارات على نقل الصورة في دولة الإمارات الشقيقة لحجم الإقبال للمصريين. الحقيقة زي ما قلنا في بداية كلامنا أن حجم الإقبال جيد إلى الآن، وكل المصريين كانوا حريصين أنهم يشاركوا برغم حتى بعد المسافات عن أماكن إقامتهم في بعض الدول، سواء بيسافروا أو بيستخدموا أي وسيلة تنقل ليها، إلا أنهم كانوا حريصين على أنهم يشاركوا ويكونوا فاعلين.